السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني قسم الصناعات الغذائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في مادة المستخلصات الغذائية والعطرية. المرة اللي فاتت احنا كنا واخدين حلقة خاصة عن يعني ايه، عرفنا يعني ايه كلمة مستخلصات غذائية وعطرية، وعرفنا برضو ايه هي اهم الصناعات القائمة على هذه المادة اللي هي على المستخلصات الغذائية والعطرية، وعرفنا ان في صناعات غذائية دايما قائمة على الصناعات الغذائية. عندنا في صناعة المركزات بتاعة العصائر، زي ما احنا قلنا مركزات عصير البرتقال، مركزات كتيرة جدا من الفواكه والخضر. اتكلمنا كمان ان ممكن ان احنا بنستخدم مركزات الزيوت في ان احنا بندعم بعض الاغذية عشان نديها جودة عالية، وقلنا كمان ان احنا ممكن بنستخدم مركزات زيوت، عندنا زيت الثوم وعندنا زيت البصل وعندنا زيت الكمون وزيت اليانسون وزيت النعناع. كل دي زيوت ممكن ان احنا بتضاف لبعض المواد الغذائية بغرض تحسين الجودة بتاعتها. اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت عن ان ممكن استخدم المستخلصات الغذائية والعطرية في صناعة الأدوية، وعرفنا كتير كويس ان احنا ممكن استخدمها في صناعة مثلا عندك الكافور، ده بستخدمه في علاج الكحة والنعناع، وعندنا بعض ضاف بعض انواع الزيوت زي قلنا زيت او بذور الهوبة في لمرضى اللي هم عندهم مرض تصلب الشرايين وامراض الزبحة الصدرية، ونستخدمها نستخدمها للروماتيزم وفي المراهم. واستخدمنا برضو قلنا ان هذه الصناعة برضو بنستخدمها في صناعة في حاجات التجميل بالنسبة للمرأة، بتستخدم في صناعة الصبغات، صناعة الكريمات اللي هي ملطفة للجلد، صناعة الشامبوهات، صناعة الصابون، صناعة البرفانات والعطور ومعطرات الجو، كل دي ومعجون الاسنان، كل الحاجات دي بتقيم عليها الصناعة. كلمنا برضو قلنا المرة اللي فاتت ان احنا بنستخدم هذه الـ هذا الـ اللي هي المستخلصات الغذائية والعطرية في ان احنا بعض نستخدمها في مقاومة الآفات والحشرات، زي قلنا حشيشة السيترونيلا وحشيشة الليمون وبصل الحنصل، وقلنا في بعض انواع كتيرة جدا من الحشائش انا ممكن استخدمها الزيوت بتاعتها بتقاوم مش الحشرات والقوارض فقط، كمان بتقاوم النيماتودا ديدان والنيماتودا. اتكلمنا برضو ان قلنا ان في تقسيمات كتيرة جدا للزيوت، قلنا اتكلمنا عن ان احنا بنقسمها تبعا من المصدر بتاع البذرة، قلنا اللي هي البذور البذور الحولية، البذور الحولية اللي بتمشي لكل سنة بتنمو، قلنا ممكن ان احنا نقسمها برضو تبعا للاشجار النباتات المعمرة والبذور اللي هي المعمرة. واتكلمنا برضو ان احنا ممكن نقسم الزيت تبع للرقم اليودي، وقلت لك قبل كده ان الرقم اليودي دي اللي هي بتدل على قابلية الزيت للجفاف عند التعرض للهواء الجوي، وقسمنا الزيت لكذا حاجة، زيوت جافة، زيوت نصف جافة، زيوت غير جافة، وعرفنا كل نوع من انواع الزيت زي ايه، وعرفنا الرقم اليودي بتاعه. اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت عن حاجات مهمة جدا، عرفنا اللي هي ايه هي الزيت، ايه هي الفايدة بتاعت الزيت الغذائية، الزيوت الغذائية اذا ايه فايدتها، وعرفنا انها مصدر للطاقة وبترفع كفاءة الاستفادة من الفيتامينات، وقلنا كمان ان هي بتعتبر تقلل الشعور بالجوع وبتدي استساغة لطعم المأكولات اللي عندنا. اتكلمنا برضو ان خدنا انواع كتيرة جدا من الزيوت، وخدنا نبذة بسيطة وجميلة عن كل زيت ده بيستخدم في ايه. طبعا استخدمنا قلنا ان في بعض الاسماء لابد ان انت تحفظها، زي ما اقول لك زيت السرج، زيت السرج اللي هو عباره عن ايه، زيت السمسم، زيت الطيب اللي هو زيت الزيتون، قلنا زيت الفرنساوي اللي هو زيت بذره القطن، اتكلمنا نبذه عن كل حاجه فيها، وقلنا هل هذه الزيوت نسبه الزيت في البذره قد ايه، وقلنا ان في بعض انواع الزيوت زي عندنا زيت الذره ده يعتبر فيه نسبة من فيتامين ه اللي هو فيتامين اي، والمادة ده بيمنعه يبقى مضاد للأكسدة. وقلنا كمان ان الزيت الخاص بزيت النخيل، زيت فول الصويا، نجد انه مش ثابت ضد الأكسدة، فعشان كده لابد ان هو الاستخدام بتاعه بيكون محظور شوية.
وعرفنا برضو قلنا ان في بعض انواع البذور بتستخدم بغرض زيت فقط، وقلنا زي زيت الخروع، ولكن هناك بعض انواع الزيوت ان احنا بعض انواع البذور بستخدمها لغرض زيت، يبقى الزيت ده يعتبر كمنتج ثانوي، زي قلنا الالياف زي القطن والكتان، وقلنا ان احنا ممكن نستخدمه كمصدر للبروتين والزيت زي قلنا زيت فول الصويا. الكلام ده بايجاز شديد جدا، دي الحلقه اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن واتكلمنا برضو عشان ما انساش عن جهود الدوله في انها تنهض بهذه الصناعه، وعرفنا قد ايه انها بتدي التوعيه والارشاد لكل من الشباب والفلاحين، وانها بتدي الدعم المادي لهؤلاء عشان خاطر هذه الصناعه تبتدي ترقى ونبتدي نعمل لها عمليه تطوير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه جديده اللي هي تخزين البذور الزيتيه. عندنا البذور الزيتيه دي كلما احسنت معاملتها، يعني ايه احسنت معاملتها؟ كلما يعني ابتديت تهتم بكل شيء في البذره، تخزين، عمليه التقشير، عمليه الطحن، عمليه الاستخلاص، كل هذه الطرق او هذه العمليات التصنيعيه اذا تمت بطريقه صحيحه تبص تلاقي جوده الزيت اللي عندك بتبقى ممتازه. احنا عندنا تخزين الزيت، تخزين البذور الزيتيه دي ليها طريقه كويسه جدا. الزيت ممكن قد يتعرض لوجود بعض الاصابه، او البذور الزيتيه قد تتعرض للاصابه بالحشرات، او قد تتعرض للاصابه بالفطريات، قد تتعرض للتلوث الكيميائي، ممكن اثناء عمليه الحصاد قد يحدث اي نوع من انواع التجريح او التدهور لهذه البذور، والتداول بتاعها بيكون مش مظبوط، وبالتالي تبص تلاقي الزيت الناتج عن هذه البذور يكون زيت سيء، جودته منخفضه. علشان كده لابد ان احنا نعمل حاجة كويسة جدا قبل ما بنيجي نعمل تخزين، لابد ان احنا بنعمل حاجة اسمها تنظيف البذور. لما تيجي تخزن بذور عندك في مخزن لابد ان احنا بنعمل حاجة اسمها تنظيف البذور. يعني ايه تنظيف البذور؟ ان انا باخد البذور وابتدي اشيل كل الاجزاء النباتية فيها، زي عندك اوراق، عندك سيقان، اي حاجة تبص تلاقي لابد ان انت بتشيلها على طول. ليه؟ لأن وجود هذه الأجزاء ممكن إنها أثناء عملية التخزين بيتعرض إنها تعفن، يحصل عملية عفن، وبالتالي لما بتيجي يحصل لها عملية عفن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحبوب، وبالتالي اللي هي البذور، وبالتالي لما ترتفع درجة الحرارة ده يؤدي إلى نشاط الإنزيمي وعملية التحلل. إذا عملية التحلل هنا ما تبقى مش طالما حصل تحلل للزيت بالنشاط الإنزيمي أو بأي سوء معاملة للبذرة، ده الزيت الناتج تكون جودته منخفضة جدا من قبل حتى ما نحصل عليه من البذور. برضو ان احنا برضو عملية تنظيف البذور بتشمل ان احنا بنشيل كل انواع من الحصى والزلط، لان كل لما كانت البذور خالية منه لما تيجي تدخل في العمليات التصنيعية اللي بعد كده زي عملية الطحن، عملية الطحن برضو دي مش هتبوظ لك الالات والاجهزة اللي انت بتستخدمها في اثناء عملية الطحن. لابد برضو ان انت لما بتيجي تعمل عملية التنظيف للبذور لابد ان انت تشيل كل الاجزاء المعدنية. ايه الاجزاء المعدنية؟ ممكن يكون مع البذور مسمار، ويكون اي مادة معدنية، عقبال لما تيجي تدخلها وتدخل في عملية الطحن هتأذي لك الاجهزة اللي موجودة معاها، عشان كده لابد ان احنا بنشيلها. طب احنا دلوقتي لما بنيجي نشيل الاجزاء النباتيه، او نشيل الحصى او الرمل، او نشيل الاجزاء المعدنيه دي، بنبتدي نشيلها عن طريق فلاتر، في فلاتر معينه احنا بنستخدم. ايه الفلاتر؟ المناخل. يعني ايه المناخل دي؟ المنخل بيبتدي اسمه منخل هزاز. منخل الهزاز لما بيجي يتعمل عمليه الزيت بص تلاقي البذور بتنزل ويبتدي الحصى والزلط بيبتدي يبقى موجود. في اثناء عمليه المنخل الهزاز وهو بيشتغل، في تيار من الهواء بيمر على هذه المناخل، لو كان في عندك اوراق بسيطه خفيفه في الوزن تبتدي بتطير وبيتم تجميعها في الاماكن المخصصه لذلك. طب عندنا كمان عندنا حاجه اسمها مناخل زي منخل مغناطيس. يعني ايه مغناطيس؟ ان الحبوب بتمر ما بين مغناطيسين وتبص تلاقي اي اجزاء معدنيه موجوده داخل البذور نبتدي على طول يلقطها على طول، وبالتالي علشان خاطر عمليه الطحن تتم بطريقه سليمه والزيت اللي عندك يكون جودته عالية. خلي بالك كل ما كان فيه شوائب مع البذور كل ما كمية الزيت اللي هتحصل عليها هتبقى قليلة، كل ما كانت الشوائب موجودة مع البذور كل ما كان درجة حرارة البذور أو حرارة المخزن هتبقى عالية، وبالتالي بتأثر سلبا على إيه؟ على هذه البذور.
برضو لابد ان احنا بنعمل للبذور حاجه اسمها عمليه تجفيف. عمليه تجفيف ان انا مش هشغل سخانات ولا حاجه، لا ده بيبقى مجففات بتشتغل بالبخار او بالكيروسين. دي بتعمل لك ايه؟ بتنزل لك نسبه الرطوبه شويه في البذور علشان خاطر لما تيجي تدخل جوه المخزن ما يحصل لهاش نوع من انواع العفن او تؤثر او نشاط انزيمي يحصل عليها. طبعا بنعمل عملية ارتفاع لدرجة حرارة البقع من 130 درجة مئوية، وبعد كده بتبتدي تعمل عملية درجة فهرنهايتي 230 درجة فهرنهايتي، آسفة 230 درجة فهرنهايتي، وبعد كده بتعمل عملية تبريد للبذرة، والتبريد ده بيكون على درجة من 40 ل 50 درجة فهرنهايتي. كل دي لو انت اهتميت بهذه البذرة هتبص تلاقي عندك ايه؟ هتبص تلاقي عندك البذرة جودتها عالية، وبالتالي الزيت الناتج من هذه البذرة يكون زيت ممتاز ان شاء الله. لما نيجي نشوف كده تخزين البذور الزيتيه، عندنا اول حاجه تخزين البذور الزيتيه، اول حاجه عندنا اللي هي الزيوت المستخلصه من الثمار النخيل والنوى. لازم لابد ان احنا نعرف ان الزيوت لما تكون مستخلصه من الثمار من النخيل او النوى تلاقي نسبه الرطوبه بتاعتها عاليه. عشان كده ما لا يجب تخزينها لمدة طويلة. يعني الزيوت المستخلصة من الثمار زي ايه؟ زي عندك النخيل والزيتون، النخيل والزيتون لما تيجي تخزنها ما تتخزنش لمدة طويلة. ليه؟ لاحتوائها على نسبة رطوبة عالية، بتساعد على نشاط الإنزيمات المحللة. يبقى لازم تحط في عين الاعتبار الزيوت المستخلصة من ثمار زي النخيل وزي الزيتون يجب دي إمالها، يجب عدم تخزينها لمدة طويلة. ليه؟ علل، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الرطوبة اللي دي بتساعد على نشاط الإنزيمات المحللة. طب في عندك تاني الزيوت التي يتم استخلاصها من البذور الزيتية، دي بقى ممكن تخزنها فترة طويلة. ليه؟ عشان نسبة الرطوبة فيها منخفضة، اهي يكون النشاط الانزيمي لها قليل، مفيش نشاط انزيمي ليها، علشان كده لابد ان احنا انخفاض نسبة الرطوبة بيها، علشان كده يمكن تخزين هذه البذور لفترة طويلة. يبقى احنا لازم تبقى عارف حاجتين، ان في لازم تكون عارف حاجتين، ان في عندنا بذور من الثمار، وفي عندنا زيوت من الثمار، وفي عندك زيوت من البذور. الثمرة زي ثمرة ايه؟ زي ثمرة النخيل في جوز الهند، دي هتبص تلاقي الثمرة فيها زيت بس فيها نسبة رطوبة ومية عالية قوي، عشان كده انت على طول ما تخزنش هذه الثمار، تاخدها على طول وتبتدي تدخلها وتصنع منها تستخلص منها الزيت عشان ما يتعرضش الزيت للتحلل والتزنخ. لكن في حال طبعا، لان بمجرد ان انت فيها نسبة رطوبة تعرف ان ممكن النشاط الانزيمي يشتغل على طول، هيأثر لك على جودة الزيت على طول، تبص تلاقي تكوين احماض دهنية حرة ودي هتبوظ لك الزيت اللي عندك. طيب لكن عندك الزيوت الناتجه من البذور الزيتيه، البذره، البذره بتاعت زي زيت الخروع وكده، دي هتبص تلاقي النشاط الانزيمي فيها قليل، نشاط الانزيمي فيها قليل. طب ليه؟ علشان نسبه الرطوبه اللي موجوده فيها قليله. خلي بالك ان شاء الله دلوقتي بقى خلال الحلقه هنقول ازاي ان احنا بنعمل عمليه تعديل للرطوبه للبذره علشان انها تصمد معانا داخل المخزن بطريقه بحيث انها ما يحصلش اي نوع للزيت تدهور للزيت. في عندك دلوقتي في عندك حاجه لما نيجي نقول ما يجب مراعاته عند تخزين البذور الزيتية، وده سؤال مهم جدا اللي يقول لك ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند تخزين البذور الزيتية. أول حاجة زي ما أنا قلت لك إجراء عملية تنظيف للبذور، قلت لك البذور سواء كانت أجزاء خضراء اللي هي أجزاء السقان والأوراق لأن دي بتعمل عفن وبالتالي بتعمل رفع لدرجة حرارة البذور وبالتالي تؤدي إلى فساد الزيت. تاني حاجة ان احنا لابد ان احنا نتخلص من الحصى والرمال، وده بيكون عن طريق الغرابيل الهزازة. برضو نجب فصل الاجزاء المعدنية من البذور اللي هي قلنا عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق المغناطيس، الغربال المغناطيسي كده عبارة عن قطع مغناطيس بيلقط على طول اي حاجة معدنية علشان ما تبوظلكش الاجهزة المستخدمة في البذور. برضو لابد ان احنا نجفف البذور الزيتية زي ايه؟ زي زيت، زي بذور فول الصويا، بذور الكتان طبعا وغيرها قبل التخزين. زيوت بذرة القطن دي ما بتحتاجش لتجفيف، لكن فول الصويا وعندك الكتان دي من ضمن الحاجات اللي المفروض ان احنا بنعمل لها عملية تجفيف قبل عملية التخزين. برضو زي ما انت شايف كده
دي تعتبر جهاز أو وحدة لإزالة الأحجار والأجزاء الغريبة اللي موجودة في البذور. هي دي منظر الإيه؟ منظر الجهاز اللي ده بستخدمه في إزالة الأحجار والأجزاء الغريبة. في برضو عندنا حاجة تانية بالنسبة لجوز الهند. جوز الهند التجفيف لما بنيجي نجففه عشان نعمله لابد ان هو بيتجفف في الشمس ومش في الهواء. ليه؟ لان طبعا ان الثمره بتاعه جوز الهند نجد ان نسبه الزيت فيها مرتفعه جدا، عشان كده بنخشى من حدوث اكسده للزيت، عشان كده لما بنيجي نجففها ما بنعرضهاش لهواء ساخن خالص، دي يا دوبك انها تتحط على الشمس عشان خاطر انها بتعمل على طول ايه؟ ده بيخشى من حدوث الاكسده فيها. برضه من ضمن الحاجات ان بالنسبه لنوع البلح، بالنسبه لنوع البلح ماله؟ ان احنا بنجفف نواه النخيل بواسطه الهواء. طب ده بنعمله ايه؟ ان هو بيتخزن في صناديق صغيره. طبعا لما انت تبقى انت يعني انت دلوقتي بتاخد النوى بتاع البلح بتحط يعني بتمرر عليها هواء، بس ده ما بيجي يتخزن بيتحط في صناديق، والصناديق دي تكون مخرمه. ليه؟ عشان يحصل تيارات هوائيه، والتيارات الهوائيه دي هتحافظ لك على انخفاض درجه حراره البذره، وبالتالي اللي هي النواه، وبالتالي ما يحصلش اي تلف للنخيل. برضو عندنا بالنسبه للبذور الزيتيه مثل الكتان وفول الصويا. طب الكتان وفول الصويا ده عباره عن ايه؟ الكتان وفول الصويا ان هي ان احنا بنحطها في مخازن بالظبط بتشبه المخازن بتاعت الحبوب زي الصوامع كده، صوامع الحبوب. في عندنا بالنسبة اللي هي عندنا تخزن بذور قطن، بذور القطن. طب بالنسبة لبذور القطن برضو أنا عايز أتكلم عليها شوية. لما نيجي نخزن بذور القطن نبص نلاقي إن المخزن بتاع بذور القطن تبص تلاقي المخزن ارتفاعه عالي جدا، تبص تلاقي السقف معمول على هيئة جملونات. طيب تبص تلاقي الفتحات بتاع التهوية لابد إنها بتتحط فتحات تهوية في الاتجاه الشمالي الغربي، وفي المقابل في نفس الاتجاه بيتم وضع تهوية ووضع فتحات تانية بتكون بحيث ان هو يحصل تيارات هوائية في عند استخدام هذه البذور. يبقى احنا عندنا كل حاجة او كل نوع من البذور ليها طريقة في التخزين، ليها طريقة في التخزين. زي ما احنا قلنا كده جوز الهند لا ده ما بعرضهاش لأي حاجة تسخين او هواء سخن لان فيها نسبة زيت ممكن ان هو يتحلل معاك. عندنا بعض انواع البذور التانية تبص تلاقي تتخزن في مخازن زي الحبوب بالظبط، لكن عندنا حاجة اللي هي عاملة زي اللي هي بذرة القطن دي بنستخدم نوع من انواع المخازن، والمخازن دي بتبقى مالها؟ بتبقى زي ما تكون كبيرة قوي او الارتفاع بتاعها عالي جدا، بيكون السقف بتاعها جملونات، وبالتالي نبص نلاقي فتحات بنعمل فتحات هوائية اتجاه الشمال الغربي، وفي نفس الاتجاه اتجاه المقابلة على نفس المستوى بنعمل فتحات تانية، والفتحات ده بيعمل زي تيار هوائي. التيار الهواء ده بيخلي البذرة بتحافظ على ان درجة حرارتها بتكون منخفضة، وبالتالي ما يحصلش اي نوع من انواع تدهور للزيت. في عندنا كمان تخزن بذور بتزود بيه. عندنا اول حاجه ممكن انها تخزن بذور الزيت، ممكن نظام تهويه، في نظام تهويه طبيعي، وفي تهويه ان احنا بنعتمد على حركه الهواء، وفي عندنا نظام صناعي اللي هو الصناعي ان احنا بنحط جوه المخازن مراوح، المراوح دي بندفع بيها هواء، الغرض منها ان انت بتخفض درجه حراره الحبوب او البذور عشان خاطر ما يحصلش اي تدهور للزيت داخل البذره. في عندنا دلوقتي ايه هي الشروط المتبعه في المخازن البذور؟ طب الشروط المتبعه في مخازن البذور احب برضو اتكلم عليها. اول حاجه لابد يكون عندك المخزن بيكون واسع، المخزن لازم يكون واسع عشان خاطر ان هو تحط البذور فيها براحتك. برضو من ضمن الحاجات اللي هي المخزن اللي عندك ما يكونش فيه اي اصابات فطريه او حشريه، ما يكونش فيه اي نوع من الحشرات، بيكون نظيف تماما عشان خاطر برضو لابد ان يكون في المخزن فيه مجففات. المجففات دي مالها؟ تسمح بتركيب مجففات داخل المخزن عشان لو كنا عايزين نعرض البذور لنوع من التيار او تجفيف خفيف كده عشان خاطر قبل عملية الطحن يكون مزود بيها. برضو لابد ان يكون المخزن مزود بترمومتر لقياس درجة حرارة البذور. خلي بالك كويس جدا ان دي حاجة مهمة قوي، لان حصل مثلا ان في ارتفاع في درجة حرارة البذور على طول تبص انابيب هواء تبتدي تشتغل عشان تخفض لك درجة حرارة البذرة. البذرة لابد ان احنا نحافظ على درجة الحرارة بتاعتها، لان لو انت ما حافظتش على درجة الحرارة بتاعتها الزيت جودته هيتحلل، هيتحلل نشاط انزيمي هيحصل،
هيتحلل الزيت الاحماض الامينيه كلها المترابطه مع بعضها، هتبتدي تتفكك وتتحول لاحماض دهنيه حره، وبالتالي الزيت بالرغم ان هو لسه في البذره ولسه ما استخلصناش منه الزيت، نيجي نستخلص الزيت ونعمل عمليه تحليل نلاقي كميه الاحماض الامينيه الاحماض الدهنيه الحره بتعتبر كتيره، وده يعتبر واضح جدا ان ده حصل للبذور تدهور. يبقى انت لازم تاخد بالك كويس جدا شروط المخزن، المخزن يكون كبير، يكون نظيف، يكون في مكان لتركيب مجففات لو احنا محتاجنا تجفيف، يكون مزود بترمومترات واجهزه لقياس نسبه الرطوبه داخل المخزن، لقياس درجات الحراره داخل المخزن، علشان نبتدي نحط الاسعافات الاوليه الخاصه للبذور في حاله اذا حدث اي شيء او اي حاجه بنا. انا عندنا يبقى شروط المتابعه في المخازن البذور، اول حاجه عندك اول حاجه اتساع مساحه المخزن، لازم تكون المخزن اللي عندك ماله في اتساع. تاني حاجه وجود ظروف تهويه سليمه، زي ما انا قلت لكم كل نوع من انواع البذور عرفنا طريقه التهويه بتاعتها ازاي. برضو لابد ان يكون المخزن اللي عندك بيكون خالي من البكتيريا وخالي من الفطريات والحشرات الضارة، دي من ضمن الشروط. وبرضو من ضمن الحاجات ان امكانية استخدام اجهزة تجفيف للمحافظة على درجة الرطوبة، لان دي درجة الرطوبة من العوامل الاساسية في المحافظة على البذرة والمحافظة على درجة الطحن، يعني عملية الطحن وعملية الاستخلاص درجة الرطوبة دي بتلعب دور اساسي جدا فيها. برضو لابد ان احنا بنقياس في قياس لدرجة الحرارة يوميا للبذور عشان ما يحصلش اي تدهور، لان اذا ارتفعت الحرارة يجب تشغيل انابيب التهوية على طول، انابيب التهوية بتشتغل لو ارتفعت درجة الحرارة. نعرف ازاي انها ارتفعت درجة حرارة؟ عن طريق جهاز درجة الحرارة اللي موجود جوه المخزن. وتاني حاجة برضو لابد بيكون في جهاز لقياس نسبة الرطوبة داخل المخزن. لما نيجي دلوقتي في عندنا حاجة جديدة اسمها ازاي انا بعد البذور عندي لعملية الاستخلاص. خلاص انا نظفت البذرة عندي خلاص، وانا عايزة اخد البذرة دي علشان خاطر ان انا اعمل لها عملية استخلاص. البذور دي ايه هي الاستخلاص؟ عندنا عملية الاستخلاص ممكن بتبقى في كذا حاجة زي ما احنا شايفينها في الشريحة اللي عندي. عندنا في أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة تنظيف البذور، يبقى إعداد البذور للاستخلاص بنعمل كذا حاجة للبذرة. أول حاجة بنعمل عملية تنظيف للبذرة، تاني حاجة بننزع الزغب من على البذرة، بنعمل عملية تقشير للبذرة، وبعد كده بنعمل طحن للبذرة وطبخ البذرة والاستخلاص. يعني تاني انا هقول تاني في الحته دي دلوقتي، انت لما جيت عملت عمليه عايز تجهز البذره علشان تبتدي خلاص تطلع منها بقى الزيت، انت عملت عمليه تنظيف البذره، خلاص خلصت عمليه التنظيف وعرفنا ازاي بننظف وايه هي انواع الحاجات اللي موجوده في البذره اثناء عمليه التخزين عشان خاطر ما يحصلش اي نوع من انواع الفساد للحبوب. خلي بالك عمليه التنظيف دي برضه في المخزن، وبرضه لما بتيجي تاخد البذرة علشان تعمل لها استخلاص للزيت برضه بيبقى في عملية تنظيف. طيب في حاجة كمان، ان انت بعد ما بتيجي تعمل عملية التنظيف بتنزع الزغب اللي موجود على البذرة، والزغب الناتج ده برضه بندخله في صناعات كتيرة وهنقول عليها النهاردة كمان الزغب ده ايه فايدته وبنشيله ليه. كل حاجة ليها سبب. برضو احنا في ان احنا بنشيل القشرة من على البذرة، احنا نزعنا الزغب بنشيل القشرة عشان ونعرف القشرة دي القشر ده ايه الاستخدامات اللي انا ممكن استخدمها من القشرة اللي انا فصلته منه. يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا الزغب هنستخدمه في صناعة، وعندنا القشرة اللي ناتج عن البذور دي برضه هنستخدمها في ايه في الصناعة، وهنعرف الغرض من تقشير البذور ايه. بعد ما بتيجي تعمل عملية التقشير بتعمل عملية الطحن، بتعمل عملية الطحن ساعات بتعمل عملية الطحن وبتحولها لرقائق اسمها الفليكس، فليكس دي هناخدها برضو. بعد كده بتعمل عملية ايه؟ عملية الطبخ. بعد عملية الطبخ بعد ما بتيجي تطبخ البذور كويس وهنقول ايه الغرض من عملية الطبخ، تبتدي بعد كده عملية استخلاص الزيت. خلي بالك ان في طرق كتيرة جدا لاستخلاص الزيت واحنا هننوه عليها كمان شويه، اللي هي ممكن نستخدم الحلزوني، وممكن اللي هو ضغط الحلزوني الرطب، وفي عندك الضغط الحلزوني العالي، وفي عندك ممكن استخلص بالمذيبات، وممكن انا استخلص بالضغط مع المذيبات. خلي بالك كل نوع من انواع البذور ليها طريقه في عمليه استخلاص الزيت. نتكلم دلوقتي هنقول ايه هي اول حاجه، هنعد ازاي نعمل تنظيف للبذور. زي ما انت شايف كده اهي،
دي نوع او نوع من المكن اللي بيستخدم في تنظيف البذور، ده الرسم الكروكي ليها وده الرسم الواقعي، ده الصوره الواقعيه ليها. دي بيمشي بقى البذور جوه وتبتدي اي اجزاء نباتيه او اي اجزاء معدنيه او اي حصى او اي رمل فلت عندك في عمليه التنظيف، يبتدي هنا يبتدي يتعمل التنظيف. ليه؟ لان كل ما جيت نظفت هتبص تلاقي الاجهزه بتاعتك هتقعد معاك فتره طويله من غير ما يحصل لها اي حاجه، وتاني حاجه نسبه الفاقد في الزيت هيكون قليل، وبالتالي كمان لون الزيت وجودة الزيت هتكون عالية. أول حاجة عملية التنظيف. طب الهدف بقى من التنظيف، وده حاجة مهمة جدا، إيه هي الهدف؟ رقم واحد إحنا بنقول أول حاجة إن إحنا بنحسن الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة الأجهزة. يعني إيه رفع كفاءة الأجهزة؟ أنت دلوقتي عندك الأجهزة ما فيهاش أي مسامير، ما فيهاش أي حاجة مش مظبوطة، وبالتالي الطاقة الإنتاجية اللي أنت هتستخدمها تكون عالية. برضو تبص تلاقي تقليل فاقد الزخم خلال عملية نزع الزخم. دلوقتي انت عملت تنظيف، فانت دلوقتي اما هتيجي تنزع الزخم انت عايز الزخم ده عشان هتستخدمه في صناعات كتيرة. طيب احنا بقى بنقلل عملية التنظيف دي، هتقلل لك من فاقد الزخم خلال عمليات نزع الزخم. برضو في حاجة كمان، برضو لما انت تعمل عملية تنظيف للبذرة ده هتجنب من امتصاص كمية الزيت بواسطة الشوائب. ممكن الشوائب دي لو كانت موجودة وموجودة مع الزيت هتبص تلاقيها هتمص لك كمية من الزيت، وبالتالي نسبة الزيت هتقل معاك. لكن انت من الاول انت عامل لها عملية تنظيف، وبالتالي كمية الزيت عندك هتكون كمية كبيرة. يبقى ما اجي اقول لك ايه هو الهدف من التنظيف، قلنا الهدف من التنظيف رقم واحد تحسين الطاقة الانتاجية ورفع كفاءة الاجهزة، رقم اتنين تقليل افاقد الزغب خلال عملية نزع الزغب، في رقم ثلاثة تجنب امتصاص كميات كبيرة من الزيت بواسطة الشوائب. في برضو عندك حاجة كمان، تحسين جودة المنتجات عن الناتجة عن عمليات التصنيع. تبص تلاقي جودة الزيت اللي عندك ده أو جودة أي حاجة ناتجة من عملية التنظيف، سواء كان الزغب سواء كان الكزب سواء كان كل حاجة، هتبص تلاقيه كلها جودة منتجات عالية جدا. برضو هتلاقي بيقلل من ارتفاع محتوى الزيت من الأحماض الدهنية الحرة، طبعا لأن إيه؟ أنت عندك دلوقتي الزيت مش هيرتفع درجة حرارته، انت شلت كل الأجزاء النباتية وشلت الورق وشلت السيقان وشلت كل حاجة وظبطت الرطوبة بتاعتك، يبقى معنى كده ان هنحافظ على درجة حرارة البذرة، وبالتالي الزيت هيبقى زي ما هو والأحماض الدهنية الحرة هتبقى أقل ما يمكن. يعني دي حاجات لازم تاخد بالك منها. برضو بيؤدي عملية التنظيف إلى تخفيض فترات التوقف والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات. طبعا احنا دلوقتي مش هيكون في اي شوائب ولا اي اجزاء معدنيه، وبالتالي الفترات دلوقتي مش هيبقى في، يعني حته الصيانه دي هتبقى قليله شويه، كل شويه المكنه تعطل مش هتحصل، لانك انت من الاول عامل عمليه التنظيف. في عندك كمان انتاج وبر ذات جوده عاليه جدا، ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات من الغرض من عمليه التنظيف. برضو تحسين جودة الكسب الناتج. انت دلوقتي عملت تنظيف هتبص تلاقي الكسب الناتج من عمليات عملية التنظيف تبص تلاقي جودته عالية جدا، وتلاقي حتى نسبة البروتين فيه بتبقى كويسة قوي. برضو تقليل الفاقد من البذور خلال مرحلة التخزين. طبعا انت دلوقتي لو عندك بذور مش متنظفة هتبص تلاقي نسبة الفاقد في البذور عالية جدا، انت اساسا منظف في المخزن ونظفت لما جيت عملت عملية الاستخلاص، وبالتالي نجد ان الفاقد من البذور خلال التخزين بتكون قليلة. برضو لازم نبقى احنا عارفين مرحلة تانية اسمها مرحلة نزع الزغب. مرحلة نزع الزغب، نزع الزغب دي من ضمن المكن اللي بيستخدموه في نزع الزغب. ونزع الزغب هم بيشيلوا الطبقة الوبرية اللي موجودة على بعض انواع البذور. طيب الزغب ده ليه استخدامات كتيرة جدا. اول استخدام ليه ممكن ان هو بيستخدم في صناعة القطن الكيميائي، ان هم بينتجوا خليات من السلولوز ويضيفوا عليها بعض الاضافات وبينتج عنه القطن الكيميائي، وده بيستخدموه في صناعة الحرير الصناعي، وبيستخدموه في صناعة الاطار بتاع العجلات بتاعة القيادة. في عندنا كمان نوع تاني اسمه النيتروسيلولوز، بيستخدم في انتاج الزغب ده نستخدمه في انتاج نترات السيلولوز، ودي اللي بيستخدموه بيسموه الاسم ليه قطن المدافع.
قطن المدافع، ان هم بياخدوا السيلولوز او مواد الذغب اللي هي النتيجه دي اسمها سيلولوز، ويبتدوا يحطوا عليها حامض النيتريك وحامض الكبريتيك، وده بيتضاف بنسب معينه بينتج زي سائل اصفر كده. بعد كده خلال عمليات تصنيعيه ده بيستخدموا هذا القطن، اسمه قطن المدافع او بيسموه قطن، يعني قطن البارود. ليه؟ ده كانوا بيستخدموه في صناعه البارود وبعض المتفجرات زمان، بس دلوقتي برضو ليه استخدامات كتيره جدا. يستخدموه في صناعه طلاء السيارات، بيستخدموه في صناعه الايه، صناعه الجلد الصناعي، كل دي اسمها برضو استخدامات. الذهب بيستخدموه في صناعه بعض الانسجه الصناعيه زي الريون الفسكوزي، ده ليه استخداماته كتيره في الصناعه، ممكن في الملابس وكده. يبقى احنا دلوقتي عملية ان احنا ازالة الذغب، خلي بالك برضو ان انت كل ما بتشيل الذغب وبتشيل القشرة يبقى نسبة الفقد في الزيت بتبقى قليلة، وانت بتستفيد من اكبر قدر ممكن من الذغب اللي عندك، علشان هذا الذغب له استخدامات سواء كان في استخدامه في القطن الكيماوي او قطن المدافع او الريون الفسكوزي. طب ما نيجي نشوف دلوقتي كده مرحلة نزع الذغب زي ما احنا شايفين المكنة. اول حاجة بنستخدم الذغب في الصناعه ايه؟ في صناعه ايه؟ زي بص، اول حاجه القطن الكيميائي اللي هو بيمكن انتاج خليات سليلوز، بتستخدم في صناعه ايه؟ الياف الحرير الصناعي، وبتعتبر ماده اساسيه طبعا برضو، او اللي هي الذغب ده اللي هو القطن الكيميائي ده بستخدمه في صنع الافلام الفوتوغرافيه والعجلات القياده بتاعت السيارات. يبقى ده اسمه الفايده بتاعت الذغب اللي انا بستخدمها. برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اقول لك عليها انتاج نترات السيلولوز، نترات السيلولوز اللي بنسميه ايه، قطن المدافع. طب قطن المدافع ده كانوا بيستخدموه في البارود زمان، طب ده بيستخدموه في ايه؟ في المفروشات دلوقتي، وبنستخدمه في صناعة الورنيش وطلاء السيارات والجلد الصناعي. ده من ضمن المركبات او من ضمن المنتجات الخاصة بالذغب. برضه في عندك انتاج الريون الفسكوزي ده ومواد اخرى، دي طبعا بيبقى ليها استخدامات كتيره في الصناعه. يبقى انت تعرف ان كل حاجه او كل ناتج بيخرج ده ليه استخدامات الخاصه بيه. لما نيجي نشوف اهي عمليه، تالت عمليه بنعملها بعد ما بنشيل، عملنا تنظيف الاول وعملنا ازاله الذغب، تالت حاجه عندنا عمليه اسمها عمليه تقشير البذور. زي ما انت شايف المكنه دي رسم الكروكي ليها والرسمه الحقيقيه، هي دي المكنه بتاعه تقشير البذور اللي بتقشر البذور. خلي بالك كمان ان في انواع مختلفه من الالات المستخدمه في تقشير البذور، خصوصا في عندك هتبص تلاقي برضو في الكتاب المدرسي مكن لتقشير البذور بتاعه فول السوداني والسمسم، كل دي بتبقى معروفه شكلها. طب تقشير البذور ايه هي فوائد وأهداف عملية تقشير البذور؟ ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك منها. أول حاجة زيادة إنتاج الزيت، خلي بالك زيادة إنتاج الزيت وخلاص زيادة لون وتحسين جودة الزيت، عملية التقشير دي مهمة جدا. زيادة إنتاج الزيت، في عندك كمان بيحسن لون الزيت زي ما أنا قلت لك أهو، وبرضو تقليل محتوى الألياف في الكذب. طبعا كل ما كان محتوى الالياف في الكذب بيبقى قليل، وبالتالي تبص تلاقي الكذب اللي عندك ده جودته عاليه جدا. برضو تحسين مواصفات وجوده الكذب، الكذب طبعا انت كل ما هتكون شايل برضو كل ما هتكون شايل القشره هتبص تلاقي الكذب ده نسبه البروتين فيه عندك مرتفعه. يبقى احنا دلوقتي اما اقول لك ايه هي فايده تقشير البذور، فايده تقشير البذور هو الحصول على اكبر كم ممكن من الانتاج، كميه زيت كبيره. ثاني حاجه جوده زيت عاليه، الكذب الناتج نتيجة ان انا فصلت القشرة هيكون عالي جدا، وبنحسن من مواصفات وجودة الكذب اللي عندي. لما نيجي نتكلم ونقول ايه هي اهم نواتج تقشير البذور او انتاج البذور، القشور بتستخدمها، بنستخدمها في ايه؟ احنا بنستخدمها في صناعات كتيرة جدا جدا. اول استخدام مثلا ليه احب اقولها لكم، عندك في استخدام اللي هي تعتبر غذاء للمواشي، البذور دي القشر بتاعها مش هيترمي، لا ده احنا نستخدمه في المواشي. نستخدم في انتاج السيلولوز، ده نستخدم في انتاج بعض العبوات الكرتونيه تعبئه وتغليف، بنستخدمه في صناعه قلنا السيلولوز، كل دي اسمها صناعات قائمه على القشر. يبقى انت كل حاجه انت بتاخدها من البذره بتستفيد منها، مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه بتترمي. الذغب ليه استخداماته في صناعة القطن الصناعي والقطن المدافع والريون الفسكوزي، عندك القشرة
هتستخدمها في استخدامات كتيرة، زي استخدام ممكن تخزين علف للماشية. ممكن خلي بالك كمان، كل ما بتشيل القشرة كل ما بيكون جودة الزيت عالية، لونه فاتح، تبص تلاقي كمية الكزب اللي عندك جودته بتبقى عالية جدا، هيبقى نسبة الألياف اللي موجودة جوه هذا الكزب بيبقى قليل، وبالتالي كمان نسبة البروتين بتبقى فيه عالية، وبالتالي جودة هذا الكزب بيبقى عالي جدا. القشر ده برضو بستخدمه في صناعات التعبئة والتغليف، وفي صناعة الكحول. الكلام دي كلها اسمها صناعات قائمة على قشور البذور الزيتية. نشوفها مع بعض كده، اللي هي أهم نواتج عملية تقشير البذور. عندك أول حاجة إنتاج السليلوز زي ما أنت شايف دلوقتي كده، في برضو عندك تاني صناعة الكرتون المستوي. صناعة الكرتون المستوي ده بنستخدمه برضو، وفي برضو حاجة اسمها تحضير الفحم النشط. برضو أنا بستخدم نواتج القشور في تحضير الفحم النشط وغذاء للحيوانات. يبقى انا ما اقول لك ايه هي نواتج عمليه التقشير او القشور انا بستخدمها ليه، السؤال ده بيجي في الامتحان، ان انا بستخدم القش في انتاج السيلولوز. السيلولوز اللي هي الالياف، الالياف دي، وممكن الالياف دي بقى من الالياف ممكن ان انت تقدر تصنع منه حاجات كتيره جدا بقى، صناعه الورق، صناعات، في صناعات قائمه على انتاج السيلولوز ده، في صناعه الكرتون المستوي، وفي عندك تحضير الفحم النشط. برضه الفحم النشط ده ليه استخداماته في صناعه السكر من قصب السكر، عمليه التكرير، وفي برضه ان احنا ممكن نستخدم القشر كغذاء للحيوانات. عندنا بعد كده بيتم عمليه اسمها عمليه الطحن البذور. انت خلاص عملت ازاله للزرع، عملت عمليه تنظيف، وعملت ازاله للزغب، وعملت ازاله للقشره، وعرفنا كل منها وغرضها ايه. دلوقتي هنبتدي نشرح ايه هي طحن البذور. إيه الغرض من طحن البذور؟ أول حاجة إن أنت بتعمل عملية تمزيق للخلايا الحاملة للزيت. طبعا أنت عارف إن البذرة جواها خلايا فيها زيت. طيب نعمل إيه عملية طحن البذور دي؟ هتخلي لك الخلايا الحاملة للزيت تبتدي تتمزق تتقطع، وبالتالي سهل إن الزيت يخرج منها. برضو بتكون استجابة البذور بتكون ابطأ بصوره افضل لعمليات الطبخ والترقيق لما نيجي نعمل منها، لما نيجي نعمل عمليه طبخ. طبعا لما بتكون الحبه كامله طبعا بتبقى مش مظبوطه، لكن لما البذره تكون مطحونه بتكون افضل في عمليه الطبخ، وعمليه انها تتحول لفليكس، لرقائق بسيطه، عشان خاطر عمليات الاستخلاص تتم بصوره كويسه وبصوره جيده وممتازه. برضو في حاجه كمان، برضو عملية الطحن بتؤدي إيه؟ الإقلال من المسافات التي يمكن أن تنتشر فيها المذيب والزيت. يعني الزيت والمذيب اللي احنا هنستخدمه، طبعا احنا ساعات بنحط المذيب عشان خاطر ناخد منه الزيت. الزيت والمذيب بيسموه ميسلة. طب الميسلة ده طبعا يقول لك الايه، الاقلال من المسافات اللي يمكن انها بتنتشر فيها المذيب والزيت خارج وداخل الخلايا اثناء عمليه الاستخلاص، ودي طبعا هتساعد جدا ان احنا عمليه الاستخلاص تتم بكفاءه عاليه وتتم بسرعه، كفاءه عاليه وتتم بسرعه. برضو في حاجة اسمها عملية ترقيق البذور، ان احنا بنحول البذور بعد ما بتطحن بنحولها كده لرقائق اللي بيسموها الفليكس. طب ليه دي؟ الرقائق طبعا كلما كانت البذور رقيقة في تحولت لحقيقة رقائق، برضو ده هيبقى سهل جدا في عملية الاستخلاص والانتاج هيكون عالي. يعني الرقائق الاقل سمكا بتدي كفاءة انتاجية اعلى وبتدي استهلاك اقل من القوة. طبعا غير ما بتكون البذره موجوده كده متكسره بس، لا دي انت لما تيجي تحولها لفليكس كده رقائق سمكها رفيع جدا جدا، بتوصل ساعات ل2 من 10 وواحد من عشره كمان. دي كل ما كان كده، كل ما كان الكفاءه بتاعت الانتاج بتبقى اعلى، وبيبقى استهلاك اقل من القوه. برضو نجد ان لما بتيجي تحول البذور الى رقائق، بنجد ان الفاقد لما بتيجي تعمل عملية التكرير للزيت تبص تلاقي الفاقد بتاعها بيقول، ولون الزيت بيصل لمستوى جميل جدا، نسبة فاقد التكرير بيبقى قليل، ولون الزيت بيبقى رائع، لانك انت عملت عملية الاستخلاص بطريقة صحيحة، علشان البذور اللي هي اترققت واتعملت فليكس سهل جدا انها وصل لها كل حاجة استخلصت منها الزيت. برضو عملية الترقيق البذور دي بتعمل حاجة حلوة جدا، وده خاصة في بذور القطن، اللي هي بتعمل نقص مستوى صبغة الكوسيبول في الزيت. وصبغة الكوسيبول دي كذا مرة أنا قلت لكم عليها من المواد الغير مستحبة في الزيت، وبالتالي بيتم التخلص منها. يبقى ما أقول لك على اللي ما يلي، تؤدي يعني ما هي فائدة ترقيق البذور أو تحويل البذور لفيليكس؟
طيب نقول ايه فليكسيا ليه بقى؟ الديسفليكس يعني رقائق. ليه؟ اول حاجه الرقائق الاقل سمكا مالها بتعطي كفاءه انتاجيه اعلى واستهلاك ايه، واستهلاك اقل من القوه. تاني حاجه فاقد التكرير ولون الزيت بيكون مستوى رائع. تالت حاجه نقص مستوى صبغه الكوسيبول في الزيت، ودي حاجه تعتبر ممتازه طبعا. زي ما احنا شايفين دي اهي، دي تكوين الفليكس اللي هي وحده ترقيق البذور اللي بتخلي البذور بعد ما بتيجي تتنظف وبيشيل الزغب وبتشيل القشره وبتعمل عمليه الطحن، ممكن ان احنا نحول هذه البذور لرقائق زي ما انت شايف دلوقتي. هي دي المكنه اللي بيتم بيها عمليه ترقيق البذور. في بعد كده عمليه طبخ البذور. طبخ البذور طبعا انا عايزه بس اقول حته في المنطقه في الجزئيه دي، ان عمليه طبخ البذور احنا ما بنعرضش البذور لدرجه حراره عاليه جدا طبعا، لان انت لو استخدمت درجه حراره عاليه جدا في البذور هتاثر على جوده الزيت اللي عندك. طب انت بتعمل عمليه الايه، عمليه الطبخ للبذره بعد ما بتيجي تعمل لها عمليه الطحن. ليه؟ لان اول حاجه ده بيساعد على تمزيق اكتر للخلايا الزيتيه اللي موجوده جواك، وبالتالي كميه الزيت الناتجه هتكون عاليه جدا. تاني حاجه ان انت هتبص تعمل بيعمل تخثر للبروتين، البروتينات اللي مختلطه مع الزيت هتعمل لها عمليه اللي هي تخثر، وبالتالي سهل ان احنا نفصل المواد البروتينيه بعد كده ومفيش مشكله خالص من على الزيت. طيب برضو حاجة، عملية الطبخ بتؤدي إلى ضبط نسبة الرطوبة، المحتوى الرطوبة في البذور اللي هي اتطحنت، ودي حاجة مطلوبة جدا. طبخ البذور تؤدي إلى حصول على زيت، نسبة الفقد في الزيت بتبقى قليلة جدا، وجودة البذور وجودة الزيت الناتج بتكون جودته عالية. كل دي كلها وكذلك لو كان عندنا بتتخلص من مادة عملية الطبخ، بتتخلص من مادة الكوسيبول السامة دي، وبرضو بيؤدي عملية الطبخ إلى تثبيت مادة اسمها الفوسفاتين، والمادة دي بتساعد على تقليل الفاقد أثناء عملية التكرير. عملية الطبخ بتتم على درجة حرارة منخفضة، وكل نوع من أنواع أو طريقة الاستخلاص أو طريقة كل نوع ليها طريقة معينة ودرجة حرارة معينة في عمليات الطبخ ومدة معينة، عشان خاطر الطريقة دي تعتبر الطبخ دي تعتبر يعني طريقة حرجة، نقطة حرجة، يبقى أنت لازم تاخد بالك جدا من درجات حرارة الطبخ. وبتيجي في الامتحان برضو ما هي الغرض من عملية طبخ البذور. نيجي نعرف نشوفها مع بعض كده اهم فوائد طبخ البذور. اول حاجه عندنا اللي هي تكمله تمزيق الخلايا الزيتيه، زي ما انا قلت لك تكمله تمزيق الخلايا الزيتيه، وده بيجعل الزيت في صوره سهله الاستخلاص زي ما انا قلت لك بالظبط. في حاجه كمان، زياده سيوله الزيت. طب انت دلوقتي الزيت اللي عندك بيبقى السيوله بتاعته بتبقى عاليه، وبالتالي مش سهل قوي ان احنا نفصل الزيت عن البروتينات. خلي بالك ان البروتينات مع درجه الحراره هيحصل لها عمليه تخثر، وبالتالي مع سيوله الزيت هتبص تلاقي سهل جدا ان انت تفصل الماده البروتينيه عن الزيت. برضو عمليه الطبخ بتعمل على تجميع البروتينات، وهذا بيسهل عمليه فصل الزيت عن البروتينات. يبقى اما اجي اقول لك دلوقتي ايه الغرض من عمليه الطبخ، رقم واحد تكميل تمزيق الخلايا الزيتيه، وده بيجعل الزيت في صوره سهله للاستخلاص. تاني حاجه زياده سيوله الزيت، وده بيسهل عمليه فصل الزيت عن البروتينات. تالت حاجه بتجميع البروتينات، وبالتالي ده بيفصل الزيت، تبقى سهل ان نفصل الزيت عن البروتينات. برضه نفس الحكايه اللي انا قلتها لك، ان انت عن طريق عمليه الطبخ بتضبط المحتوى من الرطوبه الى الدرجه المناسبه للمكبس. خلي بالك انت دلوقتي هتدخل هذه البذور اللي تم عمليه طحنها وتحويلها لفليكس واتطبخت معاك، انت دلوقتي هتدخلها على المكبس عشان تتكبس ويطلع منها الزيت. طب عشان تتكبس وتطلع منها الزيت لابد ان انت بتظبط محتوى الرطوبه درجه. طب ضبط محتوى الرطوبه، عمليه الطبخ هي اللي بتضبط لك المحتوى من الرطوبه للدرجه اللي هي بتعمل ايه، الدرجه المناسبه للمكبس. برضو عمليه الطبخ، ودي حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك في اعتبار انها بتعمل تعقيم للبذور، لو اي حاجه موجوده على البذور دي عمليه تعقيم، يبقى هتضمن عندك ان البذور او الزيت المستخلص من هذه البذور المعقمه زيت جودته عاليه وخالي من اي حاجه مش مظبوطه فيه.
برضه من ضمن الحاجات انها بتزيل سمية بعض المركبات. عملية الطبخ دي مهمة جدا عشان نتخلص من المركب اللي هو السام ده اللي هو اسمه مادة الكوسيبول. ماشي، يبقى ضبط المحتوى من الرطوبة الى الدرجة المناسبة للمكبس، وبتعمل عملية تعقيم للبذور، وبتعمل عملية ازالة سمية بعض المركبات مثل الجوسيبول. دي مهمة قوي برضه. برضه في حاجات بتعملها عملية الطبخ اللي انا قلتها لكم، ان هي بتعمل عملية تثبيت لبعض المركبات. عندنا مركب اسمه الفوسفاتين، الفوسفاتين ده بيبقى موجود في الكزب. طيب ده بيقلل من نسبة الفقد بالتكرير، يعني المركب ده بيتم عملية الطبخ بيثبت هذا المركب عن طريق عملية الطبخ، وبالتالي هذا المركب بيعمل ايه؟ بيقلل من نسبة الفقد في عملية التكرير، ودي من الحاجات المهمة قوي. برضو زي ما احنا قلنا برضو عملية الطبخ بتساعد على تخثر البروتينات لعدم استخلاصها مع الزيت، عشان البروتين يتخثر والزيت يبقى نسبة يسيل اكتر، وبالتالي سهل ان احنا نفصل البروتينات عن الزيت. لما نيجي دلوقتي الخطوة بقى الاخيرة اللي هي خطوة الاستخلاص. خطوة الاستخلاص في عندنا كذا طريقة، عندنا الطرق العامة للاستخلاص زي ما انت شايف كده، في عندك الضغط الحلزوني الرطب، وفي طريقة تانية اسمها الضغط الحلزوني العالي أو الضغط العالي الحلزوني، وفي عندك الاستخلاص بالضغط ثم المذيب، وفي استخلاص بالمذيبات. يبقى أنا ما أجي أقول لك إيه هي طرق الاستخلاص المختلفة، عندك الضغط الحلزوني الرطب، في عندك الضغط العالي الحلزوني، في عندك الاستخلاص بالضغط ثم المذيب، وفي عندك الاستخلاص بالمذيبات. لما نيجي دلوقتي شوفوا هنا ده الجهاز اللي هو اسمه طريقة الضغط الحلزوني الرطب، ده الجهاز اللي بيستخدم في عمل هو جهاز الضغط الحلزوني الرطب، ده جهاز الضغط الحلزوني الرطب. طيب ده بنستخدمه في ايه؟ ده بنستخدمه زي ما احنا شايفين كده اهو، هتبص تلاقيه في زيت النخيل بهذه الطريقة. دلوقتي كده اتكلم عن دلوقتي زيت النخيل عندنا. طبعا زيت النخيل بنستخدم هذه الطريقه اللي هي الضغط الحلزوني الرطب. ان احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه الثمار بتاعت النخيل بتبقى موجوده في صناديق. الثمار بتاعت النخيل بتكون موجوده في صناديق، دي بتبتدي تمشي هذه الصناديق في ممرات، في ممرات افقيه. طيب في ممرات افقيه يبتدي يتعمل ايه؟ بيتعمل لها عمليه زي عمليه ايه؟ تنظيف وتعقيم. بعد كده بتدخل لانبوبه راسيه، الانبوبه الراسيه دي الغرض منها فيها زي مضارب او سكاكين بتعمل عمليه ايه؟ عمليه هرس او تهشيم للثمره نفسها. بيعملها تهشيم للثمره نفسها، يعني بتتكسر، ودي بيسموها وحدة الهضم. والأنابيب دي بتكون مزدوجة الجدران وبتشتغل، يعني درجة الحرارة فيها بترتفع بتبقى بالبخار، دي اسمها وحدة الهضم. بعد كده بيبتدي يدخل هذا اللي طبعا اتهرس، الثمرة اتهرست، تبتدي تدخل على صندوق التغذية اللي بيتعمل لها اللي هو عملية الكبس. عملية الكبس اللي هو بيكون فيه مكبس حلزوني، المكبس الحلزوني ده بيبتدي يعمل عملية كبس الايه؟ لهذه الثمار، بينزل منها الزيت. الزيت ده بيبتدي طبعا قبل ما بينزل في التنكات بينزل على غرابيل، الغرابيل دي بيتحجز فيها أي مخلفات أو أي شوائب موجودة تمت في الزيت. بعد كده بياخدوا هذا الزيت، وبعد كده بيعملوا فيه ايه؟ بيبتدي يعملوا يسيبوه لمده ساعتين، إيه؟ عشان لو كان في اي نوع من انواع الرواسب تبتدي تنزل وتبتدي نفصلها بعد كده. دي الطريقه اسمها طريقه الضغط الحلزوني الرطب. طبعا انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الطرق الثلاثه اللي احنا هناخدها ان شاء الله هتبقى الحلقه القادمه، هناخد بقيه طرق عمليه الاستخلاص عشان نعرف كل نوع من انواع الثمار او البذور ما يتلائم ليها من طريقه الاستخلاص. ان شاء الله المره الجايه هنشرح طريقه المذيبات وطريقه الضغط والمذيبات. اتمنى من الطلبه ان هم يكونوا استمتعوا بهذه الحلقه، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الحلقه القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.